أشكر تواجدكم كإعلاميين منذ أول يوم من فتح باب الترشيح إلى اليوم الأخير واللحظات الأخيرة، واللي قلته في القاعة الأخرى سأقول هني، رغم وجود بعض الملاحظات عليكم كإعلاميين كل ثقة إنكم ستأخذون بعين الاعتبار في المستقبل. بداية أخوكم الدكتور عبد الله حسين الحريجي، انتهيت من تسجيلي ممثلا على الدائرة الثانية. أنطلق في كلامي معاكم من أمر مختصر ويبدأ من تاريخ 22/6/2022، خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي أتلاه ولي عهده الأمين. بلا أدنى شك أن هذا الخطاب وضع خارطة طريق جديدة ينطلق فيها من محاسبة المفسدين وإصلاحات عامة في البلد. واختصارا للكثير من الحديث في هذا الوقت الضيق، وجه رسالة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، نقول له يا أبو نواف، الأمر في الإصلاح كما رأيناه ونثمن هذا الدور الذي تقوم به من أجل هذا البلد، ولكن اليوم الشعب يقول لك كلمة واحدة، يقول لك حاسب 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 كل من تجرأ إلى هذا الفساد. الأمر مش متعلق في استغالة أو إغالة أو ما يسمى إنها خدمات. نتمنى محاسبة صريحة، فالشعب ينتظر هذا الركن الأساسي من أركان الإصلاح. ونهاية لهذا التصريح البسيط، أسأل الله أن يعافي أمير البلاد المفدى ويرجعه سالما معافى إلى أرض الوطن، وحفظ الله الكويت من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.